اليوم درسنا أيها الزملاء رقمه 226 للفقرة 68. بصراحة تم تجهيز إلى حد الآن 402 فقرة، ونحن بالفقرة 68. طبعا الفقرات تزيد نتيجة البحث عن طريق اليوتيوب والاستفادة من باقي الزملاء والمبرمجين الذين لديهم خبرة أوسع. إنني أنظم ما موجود في الإكسل وفي البرمجة وأرتبها بطريقة تساعد بقية الناس الذين يريدون معرفة ميزات الإكسل. درسنا اليوم هو دالة تحول التاريخ إلى نص. لدينا ثلاثة نماذج، لنأخذ النموذج الأول. النموذج الأول هو تاريخ معين. نرى أن هذه الدالة أخذت هذا المضمون، أننا الخلية أي واحد وما تحتويه تحول إلى تكست إلى نص، وتأخذ تنسيق أنني أريد فقط عرض الشهر. هذه الدالة الأولى أو المثال الأول لهذه الدالة. المثال الثاني للدالة نفسها، أن لدينا مبلغ معين غير خاص بالتواريخ، أن هذا المبلغ نريد أن نضمه في نص. نرى أن هون المبلغ 2800 دولار قيمة المادة MDR في المستودع. هذا النص كله هو عبارة عن برمجة، هي عبارة عن دالة. تم وضع النص هنا وإشارة الآد ثم الدالة ثم الخلية A7 وما تحتويه، لكن في تنسيق الدولار. فإذا نرى أن هذه الخلية لا يوجد لها لا صفران قبل الفاصلة ولا يوجد لديها رمز الدولار، نحن بهذه الدالة استطعنا أن نغير التنسيق، وتم إضافة النص الأخير في آخر الدالة. فإذا عملية المساواة ضمت نص دالة نص، واستنتج لدينا هذه النتيجة الجميلة. المثال الثالث والأخير للصفحة رقم 17 التي تحتوي عدة أفكار. الفقرة الأخيرة أننا لدينا رقم 4%. هنا يوجد تغيير صغير أننا يجب أن نضعها في 13. فإذا نرى أن نسبة الربح 4% في الفاتورة المباعة، أيضا إنها عبارة عن نص ثم الدالة، ونطلب أن تكون فيها نسبة مئوية. إذا أردنا أن لا يكون هنا نسبة مئوية، يمكن أن نغير في هذا التنسيق أننا نريده رقم فقط، رقم عادي. فإذا نستنتج بهذا المثال ما يعرض لدينا، يمكن أن نعيد النسبة المئوية لأنها مبرمجة وجاهزة من قبل. شكرا لمتابعتكم، معكم مبرمج جورج جوزيف قصر الصوم. إني أجهز الفيديوهات اللاحقة إن شاء الله. نبقى على تواصل يومي مع الأفكار الجديدة للبرمجة بأمان الله.